الحزب الاشتراكي قال لك يعني ايه ان بقى مع بدء العد التنازلي وان قربنا من معاد فتح باب الترشح و و و احنا اول حاجه بنقولها اي حد اي حد لمح في كلامه انه ممكن يتهاون مع الاخوان احنا مش هنختاره واحنا هنقف ضده يعني اقول لكم بالظبط قال لك ايه في الكلام بتاعه قال لك ان. مع بدء العد التنازلي ومتابعه الموقف للموقف والاسماء اللي بيتم طرحها واللي بيبدو استعدادهم لخوض الانتخابات الرئاسيه وبغض النظر عن ان المؤشرات بتتجه الي العمليه المتعلقه بالاستحقاق لن يكون فيها الجديد المختلف بالنسبه للضمانات ودي نقطه مهمه ان الكل يعني المشهد بيقول ان ما فيش ضمانات حقيقيه وفي اول حاجه ان يكون الاستحقاق السياسي فرصه لجميع القوى السياسيه والمدنيه الديمقراطيه بتنوعاتها آه فين عايز اجيب لكم النقطه لكن يعني الخلاصه الخلاصه ان مش مسموح باي حد ممكن يتهاون مع الاخوان او ممكن يقول ان هم برضو جزء من الوطن وان هم ممكن يكونوا معانا في الوطن مره اخرى دول مش مقبول بيهم خالص دول لازم يفضلوا الى ما لا نهايه الى يوم الدين في اوضه الفيران ما يخرجوش منها مسكوا الحكم سنه اخطاوا في سنه انا خليني بقول لك نفس الكلام اخطاوا في سنه فانا اعاقبهم ليوم الدين واي حد اي حد هيفكر مجرد انه يفكر ان يعني خلاص بقى عفى الله عما سلف وخلينا كده نشوف بكره ممكن يكون في ايه ووطن يتسع للجميع لا 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 روح معاهم في اوضه الفيران هنحبسك معاهم. ده الخلاصه يعني اللي طالعه في الحزب الاشتراكي المصري.